شراء اليوم جميل وسهل خصوصا للمبتدئين. السلام عليكم ورحمة الله، واهلا فيكم في هذا الفيديو اللي هعمل فيه مشروع جديد باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد. اليوم هعمل معاكم سبحة شكلها جميل جدا، كل اللي تحتاجه توفر الخيوط. هنطبع الخرز باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد. قبل ما نبدأ هتكلم عن الخيوط. الخيوط اللي تحتاجها هي خيوط مشمعة بسماكة 1 ملم. أفضل الخيوط لهذا المشروع هي خيوط نايلون مشمعة بسماكة 1 ملم. ممكن تستخدم أي نوع من الخيوط، أهم شيء تكون خيوط مشمعة. هنبدأ الآن تجهيز القطع اللي نحتاجها للسبحة. أول خطوة نضغط Add File ونضيف الخرزات. هنعمل الخرزة أول شيء روتيشن، بعدين نعمل لها سنتر. هعدل زاوية العرض حتى أسهل على نفسي إضافة بقية القطع. هنحتاج من هذه الخرزة 33، وحضيف 4 خرزات إضافية. كل اللي هعمله إنه نسخ ولصق. وهذه 33 خرزة و4 إضافية، المجموع كامل 37 خرزة. هنضيف الخرزة الثانية اللي نحتاجها نفس الطريقة. أول شيء أعمل لها روتيشن حتى تكون بالشكل المناسب، بعدين أعمل لها سنتر. مهم جدا أعمل لها سنتر قبل ما أحركها. هذه الخرزة أحتاج منها 2. بقى عندنا الخرزة الرئيسية، أعمل لها أول شيء روتيشن، بعدين أعمل لها سنتر، بعد كده حركها للمكان المناسب. وعندنا قطعة إضافية هنحتاجها في المشروع، هقول لكم إيش هنسوي فيها بعدين. خلينا نضيفها، هعمل لها برضو روتيشن، بعدين أعمل لها سنتر، بعد كده أحذكها المكان المطلوب. بهذه الطريقة تكون كل القطع عندنا مرتبة بشكل سليم في مسافات مناسبة بين كل القطع، ما يكون فيها أي تداخل. الخطوة اللي بعدها هعمل إعدادات المناسبة. 30% للتعبئة الداخلية مناسبة، لكن بسبب حجم القطع الصغير هعدل التعبئة إلى 100%. أخيرا هعمل إكسبورت للفايل وأرسله للطابعة. وهذه الخرزات الكاملة حقت السبحة. صار عندي دحين كل القطع اللي احتاجها للسبحة. خيط مشمع بطول 1 متر وقطعتين بطول 20 سنتيمتر. وهذه كل القطع حقت السبحة الخرزات. تحتاج طبعا تنظيف. التنظيف حيكون باستخدام زرادية الاسلاك الصغيرة، وبعد كذا تحتاج تشطفها لانه حيكون في بعض القطع الصغيرة متسقة فيها، تحتاج شطف بالموية. طريقة جدا بسيطة. كل اللي حسويه في البداية هاخذ الخيط الطويل وابدأ ادخل الخرزات 11، بعدين ادخل الفاصلة. طبعا انا دخلت الان 11 في الخيط، بعد 11 هدخل واحدة فاصلة واستمر 11، بعدين ادخل فاصلة تانية. طيب انا الان دخلت كل الخرزات، دخلت الفواصل بينها، هقص الاطراف من اطراف يعني راحت فيها. هدخل الخرزة الرئيسية الان،
الحين هشتغل على الخيوط الصغيرة، أعمل عقدة وأعمل عقدة ثانية فوقها. دخل خرزتين، من الجهة الثانية أعمل عقدة، عقدة ثانية فوقها. تصاميم الخرزات حتكون متاحة للتحميل عبر رابط في شرح الفيديو. شكرا لكل من شاهد الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله. هذه جميع القطع اللي تحتاجوها للمشروع، كل القطع قابلة للطباعة باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد.